كل التحيه ليك يا كابتن ايمن، وكل التحيه لضيوفك الكرام كابتن علاء ميهوب، كابتن محمد يوسف، كابتن عادل مصطفى، والكابتن هاني العجيزي من هنا من داخل استاد الماكس، وقبل يعني لحظات ودقائق من انطلاق مباراه الاهلي وحرس الحدود ضمن فعاليات الجوله 25 للدوري المصري الممتاز. يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء كابتن محمد مكي، واحد من نجوم حرس الحدود والمدرب العام لفريق حرس الحدود. كابتن محمد، برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. مواجهه صعبه، مواجهه قويه، النادي الاهلي المتصدر خلاص بنسبه كبيره بيحسم درع الدوري. شايف المواجهه النهارده ازاي واستعدته للمواجهه ازاي؟ اهلا بيك طبعا، ومس طبعا على كباتن مصر كابتن ايمن شوقي وكابتن محمد يوسف وكابتن علاء ميهوب وكابتن عادل مصطفى وهاني العجيز، بمس عليهم طبعا كلهم نجوم مصر وكباتننا الكبار. يعني اكيد ماتش صعب، انت بتلعب النادي الاهلي المتصدر، اكيد هو عايز يحسم الدوري باسرع وقت ممكن، دي حاجه طبيعيه. ماتش صعب، احنا بنشفق على اللعيبه كل 48 ساعه تقريبا مباراه، فبنشفق على اللعيبه بشكل كبير جدا. النهارده ماتش، لكن هرجع اقول لك برده النهارده ماتش، كل لعيبه الكوره بتحب تلعب ماتشات قدام الاهلي، النادي كبير بتلعب ماتش، الماتش نفسه مش محتاج حافز، بكلمك بشعور لعيب حتى مش بشعور مدرب، الماتش محتاج حافز كبير، لان اللعيب عنده الحافز انه يقدم اقصى ما لديه أو قدام نادي الاهلي وقدام الفرقه الكبيره بالشكل دوت. مصر كلها بتتفرج على الماتش، كل المحللين قاعدين قدام المباراه، فاظن ان الماتش دوت مش محتاج حافز بشكل كبير جدا، محتاج نوعا ما هدوء وتنظيم بشكل كويس اللي الكابتن حليم اتكلم عليه، وان شاء الله يطلع ماتش كويس يليق بالفرقتين يعني، وتطلع مباراه الاول تبسط الناس والناس تتفرج عليها بشكل كويس، وتطلع مباراه نظيفه في كل حاجه ان شاء الله باذن الله. كابتن محمد، كنت واحد من اللاعبين اللي خاض الكثير من اللقاءات امام النادي الاهلي كلاعب، ومنها مباراه نهائيه في كاس مصر وكاس السوبر، شايف انه اصعب ان تواجه النادي الاهلي كلاعب ولا كمدرب؟ سؤال حلو، سؤال مهم جدا. لا، انت وانت لعيب انت تقريبا مسؤول عن نفسك، مسؤول عن حالتك في اليوم ده عامله ازاي، مسؤول عن جهدك، لكن انت النهارده مسؤول زي ما بيقولوا كده، قدرك مش بايدك انت، قدرك بايد اللعيبه الثانيه، انت بتعمل اللي عليك وبتتكلم، الكابتن حليم بيتكلم وبيشرح، لكن في الاخر هو اللي بينزل ينفذ الكلام اللي انت بتقوله في الملعب. الصعوبه، انا شايف ان الصعوبه لا، وانت مدرب صعبه بشكل كبير جدا، لكن وانت لعيب انت حتى بتخرج طاقتك في قلب الملعب، فما بيبقاش فيه الضغط نفسه، ضغط الماتش بس، لكن انت بتفضل عايش الماتش من بعد الماتش اللي بيخلص الاخير، بتفضل بتحضر للمباراه لحد قبل صفارة الحكم، وفي خلال المباراه بتحضر بشكل كبير جدا عشان تقدر تشتغل في الماتش. فلا، انا شايف ان صعوبتها في انك تبقى مدرب مش لعيب. ايهما تفضل، اهاجم النادي الاهلي وافتح ملعب على النادي الاهلي، ولا ضيق المساحات وضيق والعب على المرتدات؟ مش هقول لك كلام تلفزيوني، هو طبيعي التوازن كويس في كل حاجه، انت طبيعي لازم بس تشوف الاول، تجس الماتش الاول هيمشي ازاي، لكن احنا النهارده بنلعب الشكل، هنهاجم عادي بطريقتنا عادي، مفيش مشكله، لما نفقد الكوره كلنا تحت الكوره بشكل كبير جدا، انت في الاخر برضو بتلعب النادي الاهلي، فرقه كبيره، فرقه عايز تحسم الدوري عشان تستريح، عشان طبعا عندها معترك ربنا يوفقهم طبعا في ماتش افريقيا طبعا في الفتره اللي جايه، ونادي الزمالك وبيراميدز، لكن اظن ان احنا بنلعب بشكل فيه توازن. نتمنى ان شاء الله التوفيق في المباراه، والماتش يطلع يليق بالفرقتين ان شاء الله باذن الله. شكرا يا كابتن محمد. بشكرك، متشكر جدا، متشكر. كابتن ايمن، ده كان لقاءنا مع الكابتن محمد مكي المدرب العام لفريق حرس الحدود، اتكلم على اللقاء واهميه اللقاء لفريق حرس الحدود، واتكلمنا على بعض الامور، وهل مواجهه النادي الاهلي كلاعب اسهل ولا كمدرب. يعني مباراه صعبه، مباراه قويه جدا، نتمنى ان شاء الله التوفيق لفريق النادي الاهلي. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي وضيوفه الكرام.